عليكم، مرحبا بكم مع وصفات ام ملاك. ان شاء الله اليوم غادي نوجدوا بطبوط كبير كيجي زوين بزاف، ممكن لكم تفطروا به الصباح ولا في الوتي كيجي غزال. غادي نحتاجوا لهذا البطبوط جوج زليف ديال دقيق فورس، دقيق حلويات، جبانيه ديال الفينو، قليل من الملح، دانون طبيعي، معلقه صغيره ديال السكر سنيده، معلقه صغيره ديال الخميره الفوريه، و تقريبا عندي هنا جوج كيسان ديال العنبه ديال الماء الدافي. هذا البطبوط غادي نحطروه في الخلاط الكهربائي. ندوزو لطريقه التحضير. غادي ناخذ الخلاط ديالنا، غادي نديرو جبانيه ديال الدقيق فينو، غادي نضيف عليها جبانيه ديال دقيق فورس، غادي نضيفو سكر سنيده، نضيفو خميرة فورية، غادي نضيفو قليل من الملح. بعد غادي نضيفو الماء الدافي اللي كيف قلت لكم جوج كيسان ديال العنبة، وغادي نطحنوه كيف ما كتشوفوا. بعد ما طحناه غادي نخويو في هاد الجبانية، بعد خويناه في الإناء اللي غادي نخدمو فيه غنبداو نزيدو الدقيق باش يتجمع عليه. راه الجبانيه ماشي كلشي غادي يعني نفس العبار ديالي، الجبانيات كيختلفو يعني مهم نفس العبار اللي غادي تاخذو نتوما. مثلا خديتو كاس ديال الدقيق ديال القمح غتاخذو جوج كيسان ديال الفورس، نفس العبار اللي خديتو به نتوما، والما كيبقى على حساب عينك ميزانك. المهم يجينا الخليط جاري عاد نجمعوه بالدقيق بهذا الشكل، نبقاو نزيدو الدقيق بشكل تدريجي حتى نحصلو على عجينه هي متماسكه. بدات كتجمع هنا، في هاد الأثناء غادي نزيدو ديك دانون من الصوص. أنا نسيت مخلطتوش مع العناصر في الخلاط، دابا غادي نزيدو على العجين. نبداو نجمعو العجين ديالنا، ونضيفو الدقيق بالتدريج حتى نحصلو على عجينة هي متماسكة. بعد كيف ما كتشوفوا هاي العجين ديالنا كتبقى جاريه شويه ما نقصحوهاش، وغادي نخليوها ترتاح واحد 15 دقيقه ونعاودوا نرجعوا بين ما نضاعف الحجم ديالها. ما خمرت لينا العجين ديالنا كيف ما كتشوفوا، غادي نحاولوا نهبطوها استعانه بالقليل من الدقيق حتى كتكون عندنا العجين تتلتصق. هبطناها نخرجو من الهواء بهذه الطريقة،
ساعة قليل من الدقيق. دابا غادي تشكلي كويرات قد الحجم اللي بغيتو نتوما. انا بغيت بطبيطات كبار بهذا الحجم كما كتشوفوا. ترون قليل دقيق. انا درتهم بهذا الحجم وكنحطوهم في شي بلاصه ديجا ندير فيها منديل. كنستمروا بهذه الطريقه حتى كنكملوا كعجين اللي عندنا. هي راه كتلتصق في اليدين. نديروا قليل من الدقيق بالشكل. كنبقاو مستمرين بهذه الطريقه حتى كنجمعو كالعجين. كنديرو ليها نفس الطريقة. من بعد كيف ما كتشوفو كملنا جميع العجين ديالنا. دابا غندوزو باش نقرصو منخليوهش يرتاح. غندوزو ديالك كامل نقرصو. دابا نكليكم ديرو تكرصو بالدقيق أو دقيق فينو. أنا كيعجبني دقيق فينو تكرصو بيه. ناخدو وحدة بهاد الشكل نبدا نقرصو فيها بهاد الطريقة كيما كتشوف. منخليوش غليظ على الكور. قادو من جناب هاد الشكل وغادي نستمر حتى نكملو العجين ديالنا وعاد ندوزو باش نطيبوه. ما درنا المقله ديالنا تسخن دهنتها بالقليل من الزيت وكيبقى اختياري. اللي ما بغاش يدير القليل من الزيت ما يديروش. في هاد الاثناء غادي نرميو البطبوطه ديالنا منها. غادي نرشوها من الفوق بالقليل من الزيت. اللي ما بغاش يرشها ما يرشهاش. كيبقى كي قلت لكم اختياري. بعد ما رشيناها كنتسناو البطبوطة ديالنا طيب تكون نار متوسطة. ما نجهزوش عليها العافية وما نقصوش العافية عاوتاني بزاف. كما كتشوفو هدا هو البطبوطة ديالنا. من بعد ما طيبناه كيجي زوين ورائع وهشيش بزاف. هانتوما كيف كتشوفوا من الداخل فعلا كيجي رائع ما كندموش عليه وغزال بزاف. كنتمنى ان الوصفه ديال اليوم تكون نالت اعجابكم وتجربوا هذا البطاطا وتردوا عليا في الكومونتير. وشكرا لكم على التشجيعات ديالكم.